España devolverá a Marruecos a 10 saharauis retenidos en Barajas a los que se les ha denegado el asilo. السلام عليكم مشاهدي الكرام. خط سلطات الإسبانية توافق على طرد هذه الفئات هذو من حاملي جواز سفر المغربي من بعد ما رفضت الإقامة ديالهم أنهم تعطيهم الإقامة هنا في إسبانيا. الآن سيتم ترحيلهم نحو المغرب. غادي نشوفوا علاش وشنو اللي خلى السلطات الإسبانية أن تاخذ هذا القرار. هاد الناس هادو شنو هو الكذوب اللي كذبوا على بلادهم باش أن السلطات الإسبانية رفضت تعطيهم الإقامة وقررت أنها تعيدهم إلى المغرب. غادي نوضحوا كل شيء بالتفاصيل. كذلك الخوت غادي نتكلموا على الجزء الثاني، ما هي حقيقة بأن بلد أوروبي يعني رئيسة ديالو ولا رئيس ديالو خرج كيقول يعني أنه سيرحل جميع المهاجرين إلى بلدانهم. وغادي نوضحوا كل شيء بالتفاصيل، واش هذا الخبر هذا جديد ولا قديم أم ماذا، فقط لتنوير الرأي العام. الإخوان ما تبخلوش دائما باللايكات ديالكم والبارتاج لتصل المعلومة إلى الجميع. نبداو الخوت على بركة الله بالخبر الأول اللي هو السلطات الإسبانية. كما قلت لكم الخوت ولا الزيار في كل شيء، اسبانيا ما بقاتش كتلعب. شفتوا القرار ديال المحكمه اللي جبت لكم البارح ديال الناس اللي كيجيو يطلبوا الاقامه عن طريق اللجوء الانساني. المحكمه الاسبانيه رفضت تقريبا جميع الطلبات اللي كيجيو بهم هاد الناس. الان غادي نشوفوا بان وزاره الداخليه الاسبانيه كذلك رفضت العدد كبير من حاملي جواز السفر اللي كيقولوا هذا الشيء على بلادهم، فسيتم ترحيلهم. وغادي نشوفوا الروبورتاج ونرجع نوضح لكم التفاصيل. España devolverá a Marruecos a 10 saharauis retenidos en Barajas a los que se les ha denegado el asilo. Lo habían solicitado alegando que son activistas perseguidos. Hay casi medio centenar de personas más en esa situación. Interior defiende que cumple con la legalidad. نعم الاخوان، كما شفنا في الروبورتاج وزارة الداخلية صدرت القرار ديالها بطرد يعني تقريبا لحدود الساعة 10 اللي حاملين جواز السفر من يعني الذين يدعمون الفكرة الانفصالية في الصحراء المغربية. غادي نشوفوا كل شيء بالتفاصيل، ماشي فقط 10 بل 57 واحد سيتم اعادتهم الى المغرب، وغادي نشوفوا حتى الاسباب شنو هي. نعم ستقوم الداخلية، هذا الخبر هذا الخوت ما غاديش يعجب دولة الجنرالات، لان اسبانيا الان ولات عاقت يعني بالامور ولات كتطبق القانون بحذافيره. شنو هو؟ ستقوم الداخلية بترحيل 10 من الناشطين الصحراويين يعني في المغرب، في الصحراء المغربية، الذين طلبوا اللجوء الى باراخاس الى المغرب. سيتم ترحيلهم الى المغرب. علاش؟ هاد الناس هادو كيدعموا الفكرة الانفصالية، عندهم باسبور خضر مغربي، لا كارت ناسيونال مغربية، هم مواطنين مغاربة من الاقاليم الجنوبية ديال المغرب. شديتي الطيارة وجيتي للمطار ديال مدريد وقفتي تما كاين وقلتي لاسبانيا انا ما غادي نتحرك لتا قمت، عطيني الحماية الدولية، كنطلب اللجوء السياسي. اسبانيا شدات من عندهم الدوسي، قراتو شنو مال هاد الناس، احق حنايا باغيين نفاصلو على المغرب كذا، عارفين القرار ديال الحكومة الإسبانية اللي هو أن الصحراء مغربية وبأن السيادة الكاملة للمغرب على صحرائه. هذا قرار الآن يعني خذاته الدولة الإسبانية وهو الحقيقة، وإسبانيا هي اللي عارفة الحقيقة. فهاد الناس هادو ملي طلبوا هاد النوع ديال هاد اللجوء اللي هو اللجوء السياسي، شفنا البارح اللجوء الإنساني، ما بقاش كتطلب المغاربة اللي كيجيو يقولوا حقا كنموتوا بالجوع كذا، لأن السلطات الإسبانية عارفة أنتم تما ما كتموتوا بالجوع، عندكم الحكومة خصها دير لكم إجراءات، أما الخيرات راه نتوما كتعيشوا العالم. الآن طلب اللجوء السياسي، كيفاش نتوما جايين كتطلبوا اللجوء السياسي؟ وإسبانيا عندها اتفاقيات كتهبط يعني كتشوف، عندها اتفاقية مع المغرب، كتشوف بأن الصحراء كاين كامل الحرية، كتشوف بأن كاين بعض المرات يعني داك النشطاء الانفصاليين داخل الصحراء المغربية كيتكلموا كيتحركوا كيسافروا كيديروا اللي بغاو. ففين هو التهديد هنا؟ فين هو التهديد؟ داكشي علاش وزارة الداخلية صدرت قرار في 10 غادي تردها من المغرب من المطار، و 57 يعني حتى هما راه غادي يعني يصدر في نفسهم في حقهم نفس القرار. شوفوا الخوت، وافقت وزارة الداخلية على إعادة 10 نشطاء صحراويين يحملون جواز سفر مغربية إلى المغرب، كانوا مقيمين لعدة أيام بمطار باراخاس بمدريد بعد أن طلبوا اللجوء ورفض لهم. فترفض لي من اللجوء مع اللي بغاو، مع المحكمة، مع الحكومة، مع كل شيء. الآن فين غادي يردوكم؟ ردوكم لبلادكم.
بغيتوا تعبروا على ارائكم السياسيه سيروا عبروا على داخل بلادكم، راه بلاد راه بلاد الحريات من داخل ارض الوطن، داخل بلادكم ممكن هذا. حنا اللجوء الانساني ولا دابا اوروبا كامله صافي فهمت القلب، اللجوء السياسي غادي نعطيه لك كون سمعنا بان المغرب ملي انتم كتقولوا شي حاجه كيجي كيحيد لك، وانتم في داخل الصحراء كتهزوا هاد الرايات وكذا، كاين فيديوهات وكاين كل شيء، ويعني وكان يعني عندكم خطابات من داخل الصحراء المغربيه، يعني ولو كتضربوا في بلادكم المغرب يعني كيحترم الحقوق ديال الانسان، فما كيتكلمش معاكم، كاين يعني شفناها بزاف ديال هذا. اسبانيا كتشوف داك الشيء، داكشي علاش صافي عقل فيهم القالب، صافي دابا اللي كيطلب اللجوء عن طريق انه يضرب في الصحراء المغربيه او اللي يقول حق انا من الانفصاليين، وزاره الداخليه قال لك حنا ما غاديش نعطيوه، يعني شفتوا القرار. يحملون جواز سفر مغربيه سيتم طردهم الى المغرب، كانوا مقيمين لعده ايام نعم وطلبوا اللجوء ورفض لهم، ولهذا وهذا قرروا انهم يدخلوا في اضراب عام عن الطعام، دخلوا ما بغاوش ياكلوا دار اضراب، ما تردوناش حنا بغينا هنا نعيشوا في اسبانيا، كما ما يمكنش نعطيكم الاقامه، ما يمكنش نعطيكم انكم تقيموا هنايا وانتم ما عندكم حتى شي مشكل، رجع لبلادك اخويا وناضل. داروا اضراب على الطعام، لكن وزاره الداخليه خرجت في قرار في تقرير واحد اخر وقالت بان 5 منهم يعني بداو كياكلوا ما قدوش يديروا اضراب على الطعام. ان من المواطنين 10 المنتظرين في غرفه اللجوء بمطار مدريد والذين قرروا التوقف عن تناول الطعام، واوضحت مصادر داخليه يوم الاحد 5 منهم تناولوا وجبه الافطار هذا الصباح، 5 منهم ساحبهم بغاو قالوا حقا ناكلوا حنا ما قدنا لا. وتشير الداخليه الى ان الكوادر الصحيه تراقب حالتهم بشكل دائم في حال كانت هناك حاجه الى مساعده محدده، وهو ما لم يتم طلبه حتى الان. وقبل ايام طلب الناشطون الصحراويون 10 اللجوء لكن اسبانيا قررت رفضهم. رفض واضح. نعم. رفض منحهم الحمايه لحمايه البيانات، ومن الداخلية اوضحوا انه وفق التشريعات سيتم اعادتهم الى المغرب. وزاره الداخليه قالت لهم حنا مطبقين القانون وفق التشريعات اللي عندنا والاتفاقيات اللي عندنا، هاد الناس هادو ما يمكنش نعطيهم الاقامه هنا في اسبانيا، صافي سيتم اعادتهم الى المغرب. نعم. تستقبل غرفة اللجوء بمطار أودولفو سواريز مدريد باراخاس يوم الاثنين 57 مواطنا مغربيا عندهم نفس هذا، تا هما حاملين جواز السفر، تا هما كيطلبوا اللجوء، 57 كاملين، دابا 10 هو صافي تصدر في حقهم القرار، سيتم إعادتهم للمغرب، غادي يبقاو 47 واحد غادي أو 57 عفوا، سي يعني تا هما غادي ترفض اللجوء ديالهم وسيتم اعادتهم الى المغرب. يعني عامة الخطرة قلت لكم البارح بان التوجيهات ديال الاتحاد الاوروبي، المفروضية ديال الاتحاد الاوروبي تعلن بان المغاربة لا يحق لهم الاستفادة من اللجوء، لا يحق لهم لان انساني ما عندهمش لا حرب لا جوع لا امور عرقية، بغيتي كاين اليهود عايشين في المغرب، كاين النصارى عندهم كنائس ديالهم، كاين المسلمين عندهم الجوامع ديالهم، كل واحد عنده الحريه ديالو في المغرب، وهذه المفوضيه الاوروبيه صدرت التقرير وعطاته لجميع الدول الاوروبيه بانهم يبقاوش يجيو يكذبوا عليكم ويقولوا لكم حق راه بلادنا راه كذا راه كذا، بلاد ما فيه الجوع، بلاد ما فيه حتى شي حاجه، اللي كيجيو كيطلب لجوء انساني كذلك سياسي عفوا، كذلك المفوضيه الاوروبيه قال لك راه شنو ها انت اسبانيا؟ قالت لك حنا كنعرفوا بان كاينين اللي كنتوما كتقولوا انفصاليين وكذا، وسيدي داخل المغرب كاينين، داخل نتوما هاد اللي مع بوليزار راكم في الصحراء المغربيه في العيون في الداخله في هذا كدويو حتى واحد ما كيدير لكم حتى حاجه، اذا ما عندكمش علاش تجيو تطلبوا الحمايه من عند اسبانيا وتقيموا في اسبانيا، نتوما راكم مقيم تما واكلين شاربين عايشين ما كيدير لكم والو المغرب، المغرب يعني محترمكم، المغرب عنده يعني الشعب الصحراوي المغربي الحر اللي كيعيش في ذاك المناطق، ويعني فئه قليله ولا ما يمكنش حتى 1.0001% اللي حاملين الفكر الانفصالي وما كدير لهم السلطات والو، راه معايشي، اذا علاش تغادي تجي تطلب اللجوء هنا في اسبانيا ولا في اوروبا عامه؟ اللي قلت لكم هذه توجيهات ديال الاتحاد الاوروبي ولا توجيهات ديال المفوضيه الاوروبيه اللي قالت ان هاد البلدان هذه لا يحق للمواطنين انهم يطلبوا اللجوء في اوروبا عامه، فامور بدات كتزير الخوت، لاحظتوا المحكمه البارح اش قالت، واليوم ها الحكومه وزير الداخليه اش قالت، واحنا جايين. ندوزو الخوت الان للخبر الثاني اللي هو شتو ندلع بزاف في تيك توك في فيسبوك في اليوتيوب، كلشي الان بدا كيجبد الخطاب ديال رئيسة الوزراء الايطالية اليمينية اللي كانت دارت واحد الخطاب
غادي نشوفوا واحد المقتطف من الخطاب الخوت ورجع معكم مقتطف. L'Europa non possono accogliere questa massa enorme di persone, particolarmente quando il flusso della migrazione viene gestito da trafficanti senza scrupoli e si muove su rotte illegali. Non conviene affidarsi ai trafficanti di esseri umani, perché vi chiedono molti soldi, vi mettono su barche che spesso non sono attrezzate per fare quei viaggi e in ogni caso se entrate illegalmente in Italia sarete trattenuti e rimpatriati. عمل خوت هذا المقتطف هذا اللي بينت لكم بان رئيسه ايطاليا كتقول بانها ما بقاش غادي تسمح للمهاجرين غير الشرعيين انهم يدخلوا لبلادها وبان اي واحد فكر انه يدخل لبلادها غادي تشدوا الشرطه وغادي تردوا لبلاده في الحين، يعني ما بقاتش غادي تستقبل ولا واحد يعني مهاجر غير شرعي. مزيان هذا الخطاب هذا كاين ماشي كذوب، لكن الخوت اللي بغيت تصحح الاخوان اللي كاينين في تيك توك وكيتناقلوه بزاف وكاين واحد البارطاج في الفيديو وكاين الناس كيعلقوا عاوتاني غادير هادشي جديد وكذا، غادي نقول لهم بان الخبر راه قديم وقديم بزاف، ماشي شهر ماشي شهرين، بل عام على قدو باش داز هذا الخبر هذا، وهاد رئيس الحكومه دارت اللي دارت ودارت الاجراءات وزيرات وكل شيء. باش نشوفوا الخط فقط لان بزاف ديال الناس سولوا اخو مصطفى واش بصح ايطاليا عاوتاني غادي دير نفس الاجراء وكذا اللي دارته شحال هذه، قلت ليه لا راه نفس الاجراء غير في تيك توك وفي اليوتيوب وكذا بزاف ديال عاد يعني بدا كينتشر الفيديو مره اخرى. هذا الدليل الخوت غادي تشوفوا بان في هذا الفيديو هذا جرائد اسبانيا كتقارن ما بين الخطاب ديال الرئيس الايطالي اللي هو في تاريخ يعني تقريبا في شهر 9 على ما اظن ديال 2023 ديال 2023 شوفوا التاريخ، وبين الخطاب ديال بيدرو سانشيز اللي هو في شهر 8 2024، وكيقارنوا. هذا هو الخطاب الان اللي منتشر ديال رئيسه الحكومه الايطاليه، وكيقولوا بانه دابا ماشي دابا رئيس الايطالي ما دارش الخطاب دابا دارته عام هذا. واخا نجيب لكم حتى الجريده هانتوما خوت، هي الجريده المهاجرون يعني ميلوني اللي هي الاسم ديال الرئيسه، الضغط الذي تعاني منه ايطاليا لا يمكن تحمله وهناك حاجه الى اتخاذ تدابير عاجله لعمليه الانزال. غادي تلاحظوا معي بان الخبر امتى هو نفس الفيديو نقلته الصحافه، نعم الخبر هو نهار 16 سبتمبر 2023، يعني 16 9 2023 كما كتشوفوا الخبر. كذلك غادي نشوفوا بان الخبر اللي النتائج ديال القرار اللي كانت هي دارته هذه عام وبعد الاخوان عاد شاركوه، الان كاين النتائج، خصنا نتكلموا على النتائج، هو اللي خبر يعني جديد. شنو هو؟ هو ان ايطاليا يعني بفضل الله ولا حسب يعني الجرائد بفضل يعني القرار اللي اتخذت رئيسة الحكومة الإيطالية في 2023 داك الخطاب اللي دابا كيروج مرة أخرى بعد عام، ها هي النتائج. إيطاليا تقلل من دخول مهاجرين غير شرعيين إلى البلاد بنسبة 66%، 66% نقصات المهاجرين مابقاوش كيدخلوا غير شرعيين لإيطاليا بسبب القرار أو الخطاب ديالها في 2023. دابا في 2024 انخفضت النسبة اللي كانت كتدخل دائما بنسبة 66%، ما دخلوش المهاجرين السريين. هذه كانت إجراءاتها اللي هي رئيسة أو لا إيطاليا. إذا نتمنى تكون الأمور واضحة بأن الخطاب راه ديال السنة الفائتة، ولكن فعلا بأن ميلوني دارت إجراءات مشددة على الحدود والبحرية والبرية، وأي مهاجر تسد يعني ما عندوش الإقامة سيتم ترحيله لأن هذا كان قرار عند رئيسة الحكومة الإيطالية، لكن للتصحيح بأنه ماشي جديد بل أنه فات هذه سنة. نقول لكم بأن رئيس الوزراء الإيطالية هي اللي الآن بحركة الاتحاد الأوروبي على المهاجرين، وكل شيء الآن باغي يدير بحال القرارات ديالها وكياخذها كنموذج في البلد ديالو. شفنا يعني هولندا، شفنا ألمانيا، الآن شفنا فرنسا، شفنا حتى بيدرو سانشيز الخطاب ديالو الأخير من 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 داكار، يعني شفنا بزاف ديال الأمور بأن كاملين غاديين القرار اللي خداته ميلوني هذه السنه، لان عطى النتيجه ديال القرار اللي هي 66% انخفضت النسبه، فهما كاملين الان غادي يمشيو في حالها يديروا نفس القرار، وهو اللي كان طلب منه طلبوا بيدرو سانشي انه يعني اي واحد الان دخل اسبانيا سيتم اعادته الى بلده، يعني نفس القرار اللي كانت اتخذته هي هذه السنه. اذا الاخوان نتمنى نكونوا وضحنا لكم، فاعطونا الاراء ديالكم، بغينا الاراء والبارطاج على اوسع نطاق باش توصل المعلومه الى الجميع الى درك الحس، ودعيكم الله الى اللقاء.